المرأة الفلسطينية بجانب أخاها الرجل في النضال اليومي. نريد موقف دولي لدعم قضيتنا الفلسطينية العادلة، يدا بيد لإنهاء العنف. فلسطينيات ونستحق الحياة من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية. لابد من إقرار قانون عقوبات يحمي أرواح وممتلكات وأعراض الناس. نعم للسلام لا للعنف. نريد إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. نسعى إلى تنفيذ السياسات الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة. وجود الاحتلال انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ليطبق القرار الأممي 1325 لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.